انا كان نفسي اكون زي الدكتور احمد زويل، طلعت زي مجدي شطه. انا اسف، شيرنا الكوميكس دي كتير وضحكنا عليه اكتر، على الرغم ان مش كلنا ربنا ادانا العلم زي الدكتور احمد زويل، بس كلنا بنمتلك الاراده ان ما نكونش زي الجانب التاني. والحقيقه يا جماعه انا مش جاي النهارده اضحك على الكوميكس دي، ولا حتى اشيرها، ولا اعرفكم مين هو الدكتور احمد زويل اللي مصر والعالم كله بيعرفه وبيفتخر بيه. انا جاي اعرض قصه كفاحه وعطائه العظيمه اللي كلنا نعرفها من باب فذكر، وعلشان ناخد الحكمه والعبره منها فتفيدنا في حياتنا، ونعرف اسرار الشخصيه العظيمه دي، زي ازاي كانت الصدفه نواه طريقه لجائزه نوبل، وليه الاعلام في فتره من الفترات ذمت وسخنت الناس على اول عالم مصري عربي ياخد جائزه نوبل في مجال علمي، وهل لانه عاش معظم حياته في امريكا واخد جنسيتها اثر على حبه وعطائه وفخره بكونه مصري؟ هل ما اعترضش طريقه الناس اللي ما بتحبش تتيح الفرص واللي ما تعرفش ان ممكن شخص يعمل نقله زمنيه في مستقبل العالم كله؟ يلا بينا نشوف الحكايه من طقطق لسلام عليكم. بس ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد. لك الحكاية من طقطق لسلام عليكم. كويس. منين؟ من طقطق لسلام عليكم. اتولد الدكتور احمد زويل سنة 1946 في مدينة دمنهور بالبحيرة لأسرة بسيطة. والده كان بيشتغل مراقب فني صحي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، ووالدته كانت ست بيت بسيطة بتتمنى له دايما انه يكون دكتور. وهو ولد على ثلاث بنات. اتنقل مع اسرته وهو عنده 4 سنين لمدينة دسوق بكفر الشيخ علشان والده كان بيشتغل فيها، وعاش فيها حياته وكمان اخد فيها تعليمه لحد ما دخل كلية العلوم جامعة الاسكندرية، واللي دخوله ليها جه صدفة، يعني مكتب التنسيق رشحه ليها حسب مجموعه، وبعدين يتنقل علشان يعيش في اسكندرية عند كليته، فيتأجر سكن هو وزملائه، ويكون شغله الشاغل هو انه ينتبه لمذاكرته وانه يرتب على الدفعة عشان يبقى معيد ثم دكتور، فيحقق حلم والدته ويكون شخص مؤثر وله قيمة في المجتمع، علشان بعد كده بالفعل يتخرج من الكلية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وياخدوه معيد، وبعدين يحضر الماجستير في علم الضوء في 8 شهور بس، فيطلب بعد كده انه يسافر يحضر الدكتوراه في منحة دراسية للجامعة بره مصر، لكن اعترض عليه دكاترة في قسم الكيمياء اللي هو كان معيد فيه، وقالوا ان هو اصغر معيد في القسم، وانه كمان خلص الماجستير في 8 شهور بس، والقانون ما بيسمحش لحد انه يسافر في منحة دراسية لبره مصر الا بعد ما يعدي سنتين على الماجستير بتاعه، لكنه هو اصر انه يسافر، وبالفعل سافر لامريكا سنة 69 وهو عنده 23 سنة بقى. علشان تبدأ بعد كده الرحلة العلمية للدكتور أحمد زويل في أمريكا، واللي كان رايح بس علشان يحضر الدكتوراه لأن الإمكانيات في أمريكا كانت أعلى من مصر، واللي قال في كتابه الطريق الى نوبل انه وقتها ما كانش يعرف يعني ايه ضوء ولا حتى يعرف يعني ايه جائزة نوبل، بس قال برضه انه كان عنده القواعد العلمية اللي بتأهله انه يبتكر واللي حصلها من بلده مصر، وكمان عنده قيم المجتمع المصري اللي كانت فيه حائط الامان في اي انجاز بيحققه، وبعدين يروح يحضر الدكتوراه في مجال علم الطب في امريكا، وخلاص هيرجع لبلده فيحتفلوا بيه في امريكا لانه راجع لبلده دكتور، لكن القدر كان له ترتيب تاني معاه بانه يروح مدينه بريكلي ويشوف استاذ من الاساتذه اللي اتعرف عليهم وهو بيحضر الدكتوراه، فيقول له الاستاذ ده انه عمل حاجات عظيمه وانه ممكن يقدم ورقه ل10 جامعات قمم في امريكا، فيقول له الدكتور احمد زويل انه ما بيفكرش انه يكون موجود في امريكا، فيقنعه استاذه ده بانه مش مهم انه يكون موجود في امريكا، المهم انه اي جامعه من ال10 دول هتهتم بيه هتبعت له علشان يشوفها، وهتبعت له تذكره طيران مجانيه، ودي فرصه ليه انه يعمل سياحه في امريكا قبل ما يرجع بلده مصر، وبالفعل يا جماعه يهتم بيه 8 جامعات من ال10 دول ويروح يشوفهم ويعمل سياحه زي ما هو كان عايز، بس وقتها كان قرر انه هيفضل مع واحد منهم هو معهد كالتك عشان حس انه ممكن يعمل حاجه من خلاله. والمعهد ده اداله 50,000 دولار وكمان اداله مكتب ومختبر وقال له ان احنا بنسمح لاي حد من الناس اللي دارسه دكتوراه انها تنضم ليك
بس عندنا قانون انه بعد 6 سنين بنشوف الباحث عمل ايه في الابحاث بتاعته خلال ال6 سنين وبنحدد هو هيبقى موجود معانا ولا لا. وانت خلال ال6 سنين دول ممكن تبحث في اي مجال انت تحدده، علشان الدكتور احمد زويل يقرر انه هيعمل ابحاثه في مجال علم الليزر، وكمان يعمل حاجة عظيمة جدا في المجال ده بعد سنة ونص هو والفريق بتاعه، فيقرروا الجامعة ان هيكون معاهم مدى الحياة، وكمان يترقى في المناصب لحد ما يوصل لدرجة استاذ كرسي علم الكيمياء، وده اعلى منصب علمي جامعي في امريكا، واللي اخده بعد عالم امريكي اسمه لينوس باولينج. والعالم ده كان اخد جائزة نوبل مرتين، مرة في علم الكيمياء ومرة في السلام. اما عن طريق وصوله لجائزة نوبل، الدكتور احمد زويل كان ما بيرتبلوش ولا كان عنده امل حتى انه هياخدها، رغم ان كتير اخدها من دكاترة المعهد اللي هو كان فيه، كان همه بس تحصيل العلم والمعرفة، ما كانش بيهتم لا بمال ولا حتى بجوائز. لكن الدكتور احمد زويل بمجهوده يشاء القدر انه يخترع ميكروسكوب بيعمل باشعة الليزر ويقدر يصور الاشياء في وقت الفيمتو ثانية، فيستخدمه الميكروسكوب ده في تصوير الذرات داخل الجزيئات، وده نقل علم الكيمياء في حته تانيه. فيقول الدكتور احمد زويل عن تفاصيل يوم ما عرفوه ان هو اللي هياخد جائزه نوبل، انه الجائزه دي في يوم محدد في السويد بيعلنوا فيه عن صاحبها، وهي اهم جائزه في القرن. وفي اليوم ده كان الدكتور احمد زويل نايم ونعسان جدا ومسلم ان هو مش هياخدها، لكن زوجته فضلت سهرانه قدام النت طول الليل وعندها امل ان زوجها هو اللي هياخد الجائزه دي، حتى انه صحي الساعه 5 الفجر بتوقيت امريكا لقاها صحية، فقال لها انها تروح تنام وما تتعبش نفسها، لانه لو هو هياخد الجائزة كان زمان وعرف، لان 5 الفجر دي بتوقيت امريكا هي 2 بعد الظهر بتوقيت السويد، وزمان صاحب الجائزة عرف نفسه. فزوجته ما تعرفش تنام من القلق وتقول له انها هتروح تجيب حاجة لاولادها، فيتفاجئ بتليفون بيقول له ان هو اللي هياخد الجائزة دي، ويعتذر له ان هو صحاها بدري، وده كان في 12/10/1999. والدكتور زوير رغم ان عاش معظم حياته في امريكا واخد الجنسيه بتاعتها، الا انه كان دايما محب لبلده مصر، حتى انه كان في كل انجاز بيعمله وفي المؤتمر اللي بعد ما فاز بجائزه نوبل على طول بيقول انه فخور بكونه مصري ومدين لبلده مصر، حتى انه اقترح فكره مدينه للتكنولوجيا والبحث العلمي في مصر هي مدينه زويل في اكتوبر. اما بخصوص الفتره اللي ذمته الصحافه فيها بسبب ازمه جامعه النيل، فده كان بسبب انه اتفهم موقفه غلط في حاجه هو اصلا مالوش يد فيها، هو انه بعد ما فاز بجائزة نوبل كرمه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك واداله قلادة النيل ورحب بفكرة مدينة زويل وخصص لها قطعة أرض. وعلى فكرة يا جماعة، مدينة زويل دي فكر فيها علشان خاطر أبناء بلده، لأنها هي أكاديمية أهلية تحت إشراف الحكومة. وأكمل لكم إن قطعة الأرض دي اتفاجئ إنها اتخذت واتبنت عليها جامعة النيل بيد رئيس وزراء النظام السابق احمد نظيف، فما اتكلمش وقتها الدكتور زويل لانه اللي هيتعلم في الجامعه دي برضه ابناء بلده، بس لما عرف ان الجامعه دي خاصه وهادفه للربح اتحط مكان مدينه للبحث العلمي حكوميه، لجا للقضاء فاتفهم موقفه غلط، فبعدين اتحلت الازمه دي وظهرت الحقيقه. وطول رحلته قدم العالم احمد زويل 350 بحث علمي مع فريقه البحثي، وكتب 14 كتاب علمي، واتحط اسمه رقم 18 ضمن 29 شخصية عالمية في قائمة شرف أمريكية على الأشخاص اللي ساهموا في نهضة العلم جنب علماء زي أينشتاين، وفاز بجوائز كتير واتعين في مناصب كتير، وحتى انه في 2009 اتعين في المجلس الاستشاري الرئاسي للبيت الأبيض. لكن بعدين يصاب العالم أحمد زويل بورم سرطاني في النخاع الشوكي ويتوفى الله يرحمه سنة 2016 عن عمر 70 سنة، ويوصي بأنه يدفن في بلده مصر، فتودعه مصر في جنازة عسكرية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فأرجو من أي حد بيشوف الحلقة دي أنه يدعو للعالم ده بالرحمة، اللي اسمه بيشرف مصر والعرب كلهم، واللي قدم صورة جميلة وطيبة عن الوطن العربي كله.